اكتر واحد احساسه بالهندسه الفن. ايه رايك؟ ايه رايك؟ صح. اه والله اكتر واحد احساسه بالهندسه، بس احنا مفهومنا غلط يا جماعه. التعليم الفني ده خاطر. عارف يعني ايه خاطره؟ يعني الجرار اللي هتجر هتجرنا كلنا، هتجر الشباب كله. فبصراحه الجرار هو التعليم الفني. لو احنا عندنا اقتصاد، اللي بيجر الاقتصاد ده هو التعليم الفني من هنا ورايح. وانتوا شباب ان شاء الله ماشي يا شباب، هجيلكم في الامتحان وتمتحنوا رسم طلع عين. وبعدين يا جماعه من غشنا من غشنا فليس ايه؟ هو هذا من غشنا فليس ايه؟ فانا النهارده بنعمل تعليم فني محترم ليه، ففي الاخر ما يبقاش فيه غش، واخد بالك؟ حتى انا عارف ان هم هنا بيبقوا شداد ان شاء الله، فانا مش معنى كده حتى لو هو الشديد اللي انت يعني لو تقدر تسلك حاجه مع زميلك. لا يا جماعه، لا، في ربنا سبحانه وتعالى يراقب. انا هطلع قدامك هو بيشوف الجنينه. وانا ماشي جنب الباكر بسمع كده. الساكر ده جالي منين؟ لان البلف دوت نشف مفيهوش زيت. نشف ليه؟ كان فيه في الزيت شويه رمله انكتم من مسار البلف. طب انا بوصل الزيت بعرفه ليه بقى؟ وصل لي الزيت جاي من هنا. مش المصوب ده عامل كده من جوه مسكوب مخروم. الزيت ماشي فيه كله طوله. بالظبط كده. ده يفرق في الصيانه. كتير. يفرق معاك في تنقية الزيت بقى. لو الزيت مش متنقي
لو زيت مش متضحكي برضه تلامسه كده برضه كلمتين زيكم بس اكبر شويه ان شاء الله الجامعه يعني اكبر من 3.